الجو حار جدا. تفضلي، الحل الأروع لهذه الأيام الحارة. طعمها لذيذ جدا وبرودتها منعشة. شكرا. لكنها تذوب بسرعة. تجمد دماغي. وما رأيك يا بتر؟ ماذا ستختاري؟ ماذا؟ هل لديك نوع لا يذوب بسرعة كبيرة؟ حسناً، إذن في موطن فروزن وود أسطورة مشهورة تقول إن هناك مثلجات تحافظ على برودتها ولا تذوب أبداً. حقاً؟ في هذه الحال حان وقت الذهاب في رحلة إلى قرية فروزن وود للعثور على المثلجات التي لا تذوب. مدهش! إن هذا مدهش! لنحزم أمتعتنا. حسناً، إذن سنلتقي في منزلي بعد ساعة كي ننطلق معاً إلى قرية فروزن وود. هيا معنا، هني صداقتنا. أي مثيل ولكل منا حيوانها الجميل. هيا معنا إلى المغامرة، إن كان تموز وفاء وإخلاص. هيا معنا في اختلافنا، إن كان تموز تميزنا. حسناً، الوشاح موجود، الطعام موجود، المصباح موجود، والشيء الأهم من هذا بوصلة وخريطة لئلا نضيع. صحيح يا فليك؟ فليك؟ أنا هنا. ما الذي تفعلينه تحت كومة الثياب؟ ألم تنهي حزم أمتعتك بعد؟ أنا أحاول ذلك. سأساعدك. من الصعب معرفة ما يمكننا ارتداؤه في رحلة كهذه. هل ألبس القميص الأزرق مع التنورة البرتقالية أم البنفسجية؟ لهذا أشعر دائماً بأن علي أن أحزم معي كل شيء. حسناً، ربما ليس علي أخذ كل شيء. فلاب، لماذا تفرغ حقيبتي؟ أنا لا أريد الذهاب. أتخاف مغادرة البلدة؟ أجل. إذن ما رأيك أن تساعدني لأختار ما أرتديه؟ وأنا سأخفف عنك خوفك. وكيف ستفعلين ذلك؟ لا تقلق، تدريجياً. تدريجياً. مرحباً، جميعنا هنا، نحن مستعدون. نحن هنا. لم نعثر على حقيبة فليك. لننطلق الآن لنصل إلى فروزن وود قبل الظلام. حسناً، دعوني أخفف من أشيائي لأضع أشياء فليك محلها. هيا. حسناً، إنها ثقيلة. علينا أن نذهب. علينا أن نذهب. سمعتم صديقتي، علينا أن نذهب. مستعدون. أترون علبة الطعام هذه؟ سأستعملها لأضع فيها المثلجات التي تحافظ على برودتها ولا تذوب. جيد، ويمكننا أن نأكل المثلجات طول رحلتنا. وسوف نزور جنجل وود. والشاطئ أيضاً. أجل جيلة، يمكنك أكل المثلجات وأنت تركبين الأمواج. أي طريق سنسلك؟ تلك الطريق. سأستعين بالبوصلة والخريطة. لنذهب من هنا. لم أعثر عليهما. يا إلهي، أخرجتهما من الحقيبة لأضع أشياء فليك ونسيت أن أعيدهما. لقد ضعنا. لا يا فلاب، نحن لم نضع. هل ضعنا؟ لا يا بتر، لم نأتي منذ زمن، ولكننا سنعرف الطريق. صحيح يا جيلة؟ صحيح. فليك، ليتك عثرت على حقيبتك لتحزمي أشياءك، لأنه لم يكن سيحدث كله. تمهلي لحظة. ترى. أنا فلستي. إن رسمك لوجهها الغاضب لن يساعد على العثور على فروزن وود. ولكن رسمها متقن حقا. خطرت لي فكرة، ما رأيكم أن نستريح ونحظى بنزهة؟ من أحضر الطعام؟ أحضرته. ليس ثانية، تركت الطعام في المنزل أيضاً. إذن ليس معنا طعام أيضاً؟
أظن أن علينا أن نعود إلى المنزل. لا، لن نستسلم الآن. ثمة طريقة لنعثر على الطريق بلا شك. فلاب، ما رأيك أن تطير فوق الأشجار لترى أي طريق علينا أن نسلك؟ تدريجياً. حسناً، إذن سأحاول. رأيته، لقد رأيته. رأيت جبل الثلج. إذن جبل الثلج من هناك. أحسنت يا فلاب. البلدة في أسفل جبل الثلج. إن قرية فروزن وود باردة. هذان الوشاحان سيشعرانكما بالدفء. حان وقت التزلج. أجل يا جيلة، المزلجة أسرع شيء للوصول إلى فروزن وود. خائف. تدريجيا. قادمون إليك يا فروزن وود. والآن لنعثر على المثلجات التي تحتفظ بالبرودة ولا تذوب. إننا نبحث عن البرودة المجمدة مع الطعام لذيذة جدا. إنها بوضة لا تذوب أبدا. أين نجدها؟ نريد منها. سنجدها. آسفة، يبدو أن المثلجات التي لا تذوب ليست سوى أسطورة. لا، لا بأس، فالمغامرة ممتعة. ربما علينا أن نعود ونخطط لرحلة أفضل. ثمة أماكن أخرى نبحث فيها. اهدئي يا جيلة. أماكن أخرى؟ مثل ماذا؟ انتظري يا جيلة، لا أعرف مكانا لم نسمع به من قبل. لا أحد يريد سماعي. جيلة، انظروا هناك. هذا هو مكان المثلجات التي تحتفظ بالبرودة ولا تذوب. ولكن كيف سنصل إليه؟ بهذه. سنستعمل عربة الجبل. أليست هذه الطريق وعيرة؟ متى؟ تدريجياً. لدي فكرة، سأغني لكي أخفف توتري. مكان حقيقي؟ هذا صحيح. ماذا أقدم إليكم؟ واحدة من كل نوع. وأنا أيضاً أريد من كل نوع. هذه هي. شكراً. أشكرك. شكراً. أيمكنك أن تملأي هذه العلبة من كل نوع لكي أخذها معي إلى وندروود؟ وندروود؟ عليكم أن تسرعوا، لدينا مركب واحد في اليوم وسيغادر إليها اليوم بعد 5 دقائق. مركب؟ هذا جيد، لنلحق به. شكرا جزيلا. لم أصعد على واحد مثله من قبل. وأنا لم أجربه أيضا. فلاب، ألم تستمتع بهذه الرحلة؟ بلى. انظري، نجم الشمال. نجم الشمال، حظينا بمغامرة رائعة، أليس كذلك؟ ومن غير بوصلة وخريطة. ما أجمل العودة إلى الوطن. والأجمل أننا أحضرنا معنا المثلجات التي تحتفظ بالبرودة ولا تذوب. ذابت المثلجات. لكن كيف ذابت المثلجات؟ ألم تقولي إنها لا تذوب؟ لعل
المثلجات الباردة التي لا تذوب لا تكون كذلك إلا في فروزن وود. معقول؟ خطرت لي فكرة. هيا تعال وتذوق عصير المثلجات اللذيذة الذائبة بمذاقات جديدة من فروزن وود. رائع. لذيذة. هيا معنا هني صداقتنا، أي مثيل ولكل منا حيوانها الجميل. هيا معنا إلى المغامرة، انتجموز وفاء وإخلاص. هيا معنا في اختلافنا انتجموز.